متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط الختامي في هذه الأمسية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية. الانطلاقة مع الخيل العربية الأصيلة للإنتاج المحلي في مسافة 2000 متر، 7 من الجاد رسان فرح جنجال المربوش طامح انتزاع وثابت. الانطلاقة والمركز الأول، الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 7 الجواد ليو انتزاع لأستاذة مربط إنجاز جيبي جمبير على المركز الأول وعلى الصدارة. رسان في المركز الثاني، رسان على ثاني المراكز. المركز الثالث مع الجواد، خلينا نشوف المركز الثالث، يبدو لي انه المربوش لأستاذة مربط إنجاز. المركز الرابع ترف لي عفوا المركز الرابع الجواد اللي هو فرح لأستاذة مقرن على رابع المراكز. خامس المراكز مع الجواد طامح لسعيد إبراهيم سعيد المالكي جنجال. في المركز السادس في موقع جميل وينتقل إلى المركز الخامس في مسافة 2000 متر، أخيرا وليس آخرا الجواد ثابت لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. عودة للمركز الأول وعودة للصدارة، الصدارة تزال مع المربوش لأستاذة مربط إنجاز ستيفا لجاج. أول المركز الأول مع الجواد انتزاع لأستاذة مربط إنجاز جيبي جمبير على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني مع الجواد رستان جاسم بن علي العطية. المركز الثالث المربوش. المركز الرابع الآن مع أم قرن وفرح البانديميول جي فايكن على رابع المراكز. جنجال ترشيح أغلبية المحللين مع مربط زاخر في موقع جميل في المركز الخامس. الصدارة الآن لا تزال مع رقم 7، رقم 7 من الجواد انتزاع مربط إنجاز على الصدارة وعلى المركز الأول. التحركات مع ثابت من الجهة الخارجية الآن قادم ثابت وفرح في وضع جميل خلف الجواد رستان. رستان في وضع جميل، جنجال في موقع رائع أيضا. من سيكون الفائز بهذا الشوط كأس سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية؟ التحركات الآن 2000 متر، التحركات مع من؟ جنجال يبدأ بالتقدم ويبدأ بالتحرك، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. جنجال يبدأ بالتقدم القادم الآن، انتزاع من الجهة الداخلية أو الجواد المربوش على من الجهة الداخلية. القادم أيضا فرح وجنجال الآن يبدأ بالتغيير. جنجال ورسان الدخول الجماعي، من الفائز بكأس سعادة الشيخ سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية؟ جنجال، جنجال ورسان، جنجال ورسان، جنجال فعلا، جنجال فعلا، جنجال لأستاذة مربط زاخر. متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، جنجال لي. إذن تجي النهاية متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، المركز الأول رقم 4 الجواد اللي هو جنجال يا سادة مربط زاخر، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني رقم 2 رسان لجاسم بن علي العطية. المركز الثالث رقم 7 انتزاع لمربط إنجاز. المركز الرابع لرقم 5 المربوش لمربط إنجاز. المركز الخامس لفرح يا سادة مقرن، تهانينا وألف مبروك. الختامي الخيال سيب ساندرز. سيب ساندرز تهنئ والف مبروك للفوز الرائع مع الجواد جنجال، الف مبروك. سلم الكأس مع سعد السيد عبد الله بن حمد العطية. المدرب السيد محمد سلامة، الف مبروك بسلامة، استاهل. تهانينا والف مبروك للسيد محمد سلامة. المالك السادة مربط زاخر، تهانينا والف مبروك. يتفضل السيد محمد سالم العبد الله، تهانينا والف مبروك لهذا الفوز. الجواد جنجال تهانينا والف مبروك. الصورة التذكارية للفائزين بهذا الشوط الختامي كأس سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية.
تهانينا والف مبروك لجنجال المدرب محمد سلام الخيال سب ساندرز المالك الساده مرمى الزاخر. اذا متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام،